اليوم حنا في وقفة احتجاجية بصحة الأمم المتحدة اللي هي من ضمن مجموعة من الوقفات اللي تنظموا في جميع كليات المغرب، ورصدنا الأسود يعني رمزا للغضب والسخط الذي كيحس به الطلبة من بعد سياسة الاستهتار، من بعد سياسة التماطل اللي مارستها يعني الوزارة والحكومة علينا حول ملفنا المطلبي، ملف يعني جاب مطالب مشروعة واضحة وضوح الشمس واللي أساسها جودة التكوين. من ديما حنا كنقولوا جودة التكوين جودة التكوين جودة التكوين، والآن ميمكنش تكون عندنا جودة التكوين إلا بسبع سنوات. مع الأسف حنا راه اوني تخطر باش أن طبق علينا شي ريفورم جديدة، فلا يمكن ولا يعقل أن الناس اللي كانوا قبل منا غيتخرجوا على بواحد معدل ديال الساعات اللي هو 4500 ساعة، والناس اللي دابا مقبلين على السنة الأولى غيتخرجوا بمعدل ديال 5000 ساعة، وحنا الدفعات الحالية من السنة الأولى السنة الخامسة غنتخرجوا بواحد معدل 3900 ساعة أو على يعني أقل من ذلك مع هذه المقاطعة اللي كتفوت يعني 7 أشهر. وهذا هو السبب اللي خلانا يعني ندخلوا في إضراب أزيد من 200 يوم وحنا في إضراب، وحنا كنديروا ديجا دو بون فوا باش الوزارة تلقى معنا حل وباش نجلسوا على طاولة حوار، ولكن مع الأسف ما كنلقاوش يعني دو لوغ باغ واحد أون ريبونس بوزيتيف. فاليوم كنشوفوا أن الطلبة قاطعوا الامتحانات الربيعية بنسبة فوق 90%، وهما أيضا الآن سوف يقاطعون الدورة الاستدراكية إلا ما كانش واحد حوار جاد وبناء وفعال مع ممثلي الطلبة. نحن اليوم نناشد يعني نناشد العقول الرشيدة، وكنعاودو كنقولها باش يلقاو لنا الآن حل لهاد الأزمة اللي فات 7 أشهر. يعني لفتنا أكثر فين غنوليو؟ سنة بيضاء؟ سنة بيضاء راه ولاو الطلبة كيباغي سنة بيضاء باش يضمنوا جودة التكوين اللي من ديما هما كيقولوها، باش يكونوا عندهم واحد الاستقرار نفسي. راه السنة دابا الطلبة يعني أغلبيتهم ولا النص فيهم في ديبرسيون، الناس ولا ما كيقول لك كنحل كتبه وما كنقراش. شنو هاد الحالة اللي وصلنا لها؟ شنو هاد الحالة اللي وصلنا لها؟ فالله يخليكم جلسوا على طاولة الحوار لقاو لنا حل، وحنا دابا الحل اللي كنقولوا هو 7 سنوات، ما عندناش فين نزيدوا أكثر. في فصل جديد من فصول المعركة النضالية التي يقودها طلبة الطب والصيدلة التي امتدت لما يقارب 7 أشهر، اليوم الطلبة غيجيو بلباس أسود معبرين عن السخط ديالهم تجاه هذه القرارات السياسية والمجحفة وهذه السياسة الصماء اللي كيتعاملوا معها مع الملف المطلبي ديال الطلبة، واللي كنعتبروا حنا تدبير مجحف ولا مسؤول الملف المطلبي ديالنا، حيث لا يعقل 7 أشهر والطلبة خارجين الشارع. الطلبة ما خرجوا الشارع إلا أنهم شافوا هذا الخروج ديالهم راه بمثابة واجب ماشي اختيار، لأنهم شافوا أن الملف المطلبي ديالهم ما تعاملوش معاه بواحد المسؤولية وواحد السياسة لرشيدة، لأن الملف المطلبي كان بالهدف ديالو الأول هو أنه يصون جودة التكوين، لهذه جودة التكوين اللي كتصب في الأول وفي الأخير مصلحة المواطن المغربي وتروم تجويد الخدمات الصحية المقدمة له. هالطلبة اليوم كيستنكروا بشدة هذه السياسة اللي كنعاود نقولها أنها سياسة مجحفة في التعامل ديالهم مع الملف المطلبي ديالهم. هذه المطالب اللي كيشوفوها الطلبة بأنها عادلة، وأي واحد سوي غادي يشوف بحيادية المطالب ديال الطلبة غيعرف بأنها طلبة بأنها مطالب عادلة، وأنها تروم بالدرجة الأولى الدفاع عن جودة التكوين الطبي والصيدلي من أجل مشروع وطن الغد يكون كيتميز بمنظومة صحية ترقى تطلعات المواطن المغربي. شنو هي النقاط العالقة بينكم وبين الوزارة؟ المهم الوزارة اقترحت علينا واحد مجموعة من المقترحات اللي ناقشوها الطلبة في جمعة عامة، والطلبة المهم قبلوا مبدئيا بذوك المقترحات، إلا أنهم طالبوا بتجويد تلك المقترحات وأنهم يتكتبوا في محضر اتفاق ويتسيناو، إلا أنه تفاجأنا أن الجهات المسؤولة حكومة ووزارة أنهم رفضوا أنهم يكتبوا التزموا بذوك المقترحات اللي عطونا وأنهم يسينيو، فقط وعود شفهية. والطلبة ميمكنش ليهم أنهم جلسوا 7 أشهر باش أنهم يرجعوا المدرجات ديالهم والأراضي الاستشفائية ديالهم بوعود شفهية. الطلبة يريدون التزامات مدونة في محضر اتفاق ويكون موقع باش أننا إن شاء الله إلا قدرنا نقضوا ما تبقى من السنة الجامعية وأننا نديروا اليد في اليد باش أننا نزيدوا بها القطاع الصحي، إلا أنه كنشوف بأننا اليوم نساق سوقا إلى السنة البيضاء من طرف الجهات المسؤولة.
الطلبة لا يريدون السنة البيضاء، الطلبة فقط يريدون الحل. لو كان بإمكان الطلبة أنهم يرجعوا يقرأوا في هذه الشروط لا رجعوا شحال هذه، ولكن هما باغين الحل، وأنه يكون حل واقعي، وأنه يكون إصلاح ملموس اللي غادي يرقى بالمنظومة الصحية ديال البلاد ديالنا. سولتيني سؤال اللي هو واش حنايا السنة الأولى معنيين بهذا البويكوت ولا لا؟ سي فري كو دخلنا في الأول عوالين على سيزون، وفي الكونفوكاسيون تكتبات لينا سيزون، مي بويسكو حنايا دي زيتيديون اللي يلاه طالعين باك ما كناش واعيين بالأهمية ديال داك العام السابق، كنا جوست دي زيتيديون اللي باسيوني باغيين يديروا لا ميديسين. ملي دخلتي وكتسول لزيني كيشرحوا لك الأهمية ديال داك العام السابق كيزيد الوعي ديالك. حنا علاش بغينا داك العام السابق على قبل لابون فورماسيون ديالنا؟ راه بلا بيه غيخرجوا ليكم دي ميسان انفيكاس غير كفء، ما غاديش يكونوا كابابل انهم يخدموا الشعب. راه داك العام السابع راه كنتمنى انه الشعب يمشي بحال داك العام السابع. شنو كيطرا فيه؟ راه ليكستيرن سيتادير الطبيب التلميذ الطبيب كيكون مازال كيدوز لي ستاج ديالو، دونك هذاك العام السابع كاينين بزاف ديال لي ستاج اللي ضروري خاصك دوز منه. كيفاش حادو دوك لي ستاج وما حدوش لنا دوك لي سيزون اللي بقات كيفاش تدوز؟ اوكي حيدتي لينا لا سيتيام اني، شرح لينا دوك لي سيزون كيفاش يدوزوا، كيفاش تقرا. حنا راه اون دوموند جوست لا بون فورماسيون، ما طلبناش شي حاجه صعيبه. هما شنو داير؟ ناهج علينا سياسه الاذن الصماء، ما باغيش يجاوبنا كاع. علاش ما بغيش يجاوبنا؟ سؤال. احنا دخلنا في شهر السابع كنشوفوا انه المصير ديالنا سنه بيضاء، شكون هذا اللي غادي يبغي سنه بيضاء؟ راه ميمز ديالنا لا حنا لا الدوله، هما اكثر الخاسرين فيها. كيفاش باقي حتى لدابا ما باغيش يجاوبونا؟ اشنو فيها الى هبطوا معانا وتحاوروا معانا؟ راه لو فيت اننا نحلوا هذا المشكل راه اكثر الحاجه اللي كندافعوا فيها اكثر لا بون فورماسيون. الى لاحظت راه هو المطلب ديالنا الاول، هي الحاجه اللي دفعتنا باش نديروا هذا البويكوت. هو هذا الشيء فين غادي بالنسبه لك؟ انا كنظن عندي امل كبير وتفاؤل انه ان شاء الله غادي تلقى حل، وغادي ندوزوا الامتحانات ديالنا لي دو سيسيون لي دو سيمستر بلي كات سيسيون في شهر 9 ان شاء الله. نتمنى هذا الشيء اللي يكون. كنطلبوا غير من الوزير انه يتحاور معنا، حاجه فريمون عينه بزاف من هذا البول. احتجاج عن المماطلة التي تمارسها الوزارة الوصيتين على المطالب ديالنا أو على المطالب ديالنا اللي منذ 7 أشهر حنا كنتسناو واحد التدخل اللي يكون تدخل مزيان، تدخل يليق بالمطالب ديالنا، يليق برفع من جودة التكوين الطبي والصيدلي. بالنسبة للأفق فين كنشوفوا هاتي مازال غادي، نحن كطلبة طلبة الطب والصيدلة بالمغرب لا نريد سنة بيضاء ولا نريد أن نساق إليها. نحن نطالب بحل يرضي جميع الأطراف، حل يرفع من جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، حل ينهي هذا النضال بطريقة مزيانة. الوزارة كتقول لكم بأنكم دخلوا تقراوا وعاد نحلوا المشاكل. بالنسبه لها حنا دابا 7 شهور وحنايا في اضراب وحنا في مقاطعه، ما يمكنش انه تجي لدابا وتقول لي دخل وغادي نشوف. عطيني حوايج ملموسه، هادو هما هادشي اللي كيقولوا الطلبه. عطيني شي حاجه ملموسه اللي كنشوفها، شي حاجه اللي تليق بالسبع شهور اللي انا جالس فيها وانا كنتسنى في واحد الجواب، وديك الساعه نشوفوا ان شاء الله الا كان داكشي مناسب لينا وليكم زعما الوزاره. راه ما غاديش كنا باغيين ندخلوا نقراو، كما معروف مكاننا المعروف هو الكلية، هو المستشفيات الجامعية، ما كرهناش حنايا ندخلوا لهم منذ الغد، ولكن خاصنا شي أجوبة ملموسة، أجوبة تليق بالنضال ديالنا.